يعني صافي يا لبن؟ بعد هالعزيمة أكيد صافي يا لبن. صفحة جديدة. هلا عمار، أنت ليش بتضايق بس رائد يجي ويحكي معي؟ لأنه واحد وسخ وكل نواياه سيئة. يعني بس بشوفه بنقر على نور وغير بنات، ما بحسك بتهتم. أنتي غير. ليش؟ لأني بحبك. شو قلت؟ بحبك. كيف؟ ايمت؟ شو عم تحكي؟ ما بعرف كيف وايمت. هيك فجأة لما قربتي مني صرت حس اني مشتاق لك، بحاجتك، بغار عليكي. أحياناً هيك بتطلع حوالي ما بلاقيكي، بحس انه ناقصني شيء، يعني بحس انه بدي اياكي. عمار انت عارفان شو عم تحكي؟ انت عم تحكي عن جد؟ يعني ما بظن انه بهيك قصة فيني يمزح. ولورين؟ حقك لازم تسألي عن لورين. بالمناسبة ما في حدا بالحياة ما عنده ماضي، كلياتنا عنا علاقة ويمكن تنتين وثلاثة، بس مو كل القصص تنتهي نهايات سعيدة صح؟ بس لورين رفيقة عمري وجارتي بالحارة، وإذا بدك هي رفيقتي الوحيدة، وأنا متأكدة إني رفيقتها الوحيدة، وكل واحدة منا بيت سر التاني. أنا كنت بخطبتكم، كنت معكم بكل لحظة، شلون بدي روح إلا أسراري؟ شلون بدي روح إلا عمار اللي هو خطيبك أو بالأحرى طليقك وحبيبك السابق هو هلأ حبيبي؟ كيف؟ أنتي ما عم تظلمي يا لورين لكتير أسباب. أول سبب إنه هي اللي تركتني مو أنا اللي تركتها. السبب الثاني إنه هي إجت لعندك وقالتلك إنه هي ما عاد تحبني، عم تدور على حب جديد. آه بفهم منك إنك بدك تنتقم منها لأنها عم بتدور على حب جديد. بتقوم تنتقم منها فيني؟ بأقرب الناس لإلها؟ هيك؟ لا هذا الكلام كتير قاسي بحق نرمي. أنا بحبك، ما عندي أي دليل بالعالم أجملك يا بحبك وبس. قرار كتير صعب، لازم تعطيني وقت اني افكر. فكري بس ما معك كتير وقت. ايه ما حذرت، بدي افكر براحتي. موافق. طيب صار فينا نمشي؟ الحساب لو سمحت.